الأستاذ عمر سمير معنا هنا في الاستديو وهو الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ عمر، ما هو العنوان الذي تراه مناسبا بناء على التطورات التي حصلت في الساعات القليلة الماضية؟ العنوان الرئيسي هو انفراجة رئيسية في أزمة الحبوب العالمية الحالية. لأننا نعيش أزمة غذاء عالمية شديدة، والأهم في هذا الاتفاق أنه سيعيد للعالم مسيرة الحبوب الأوكرانية المحتجزة في البحر الأسود، وبالتالي قد يحل جزءا من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية وأسعار الحبوب العالمية بشكل كبير، لأن الاتفاق تم على أساس أنه سيشمل 25 مليون طن من الحبوب التي كانت محتجزة في البحر الأسود، هي مخزون أوكرانيا وروسيا من الحبوب ضمن العام الماضي. و جميل، كان هناك خشية حقيقة من انفراط عقد الاتفاق الذي تم في اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا بسبب قصف روسيا لميناء أوديسا ولأسباب أخرى تتعلق بتصريحات غريبة صدرت عن موسكو. على كل حال أيضا نسأل الأستاذ فيتالي فيديانين المتحدث باسم سفارة أوكرانيا في الإمارات وهو معنا من أبو ظبي، نرحب به من جديد. ما هو حديث الساعة الآن في كييف أستاذ فيتالي؟ مرة أخرى مساء الخير يا مشاهدينا الكرام، مساء الخير يا استوديو قناة التسعة. أهلا وسهلا. أولا أريد أن أقول، لأن سمعت أن الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا، وأريد أن أشدد على نقطة مهمة جدا، أن أوكرانيا وقعت الاتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة، وروسيا كمان وقعت الاتفاقية المماثلة مع تركيا والأمم المتحدة. أوكرانيا ما وقعت شيء مع روسيا مباشرة، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن موسكو الحين تنشر هذه الأخبار أن أوكرانيا وقعت الاتفاقية تصدير الحبوب مع روسيا، و تدفع أوكرانيا إلى المفاوضات الأخرى، مفاوضات السلام على سبيل المثال. ولكن هذا مهم، أن أوكرانيا لسه ما وقعت شيء مع روسيا مباشرة، وهذا مهم بالنسبة لنا. نعم، التوقيع تم بشكل منفصل من قبل روسيا ومن قبل أوكرانيا، هذا صحيح حصل في إسطنبول، لكن لماذا تستبعد البناء على ما جرى وبالفعل يعني مغادرة أول سفينة حبوب لميناء أوديسا؟ ربما هذه بارقة أمل لإحلال السلام في أوكرانيا. نحن في هذه اللحظة نستبعد هذه النقطة، نقطة يعني اتفاقية المباشرة بين أوكرانيا وروسيا. لماذا؟ لأن أدرك كريملين أنه لن يكون قادرا على الاستيلاء على أي أراضي الجديدة في أوكرانيا، وبدأ نشر هذه الأخبار عن ضرورة إجراء مفاوضات السلام طبعا على شروط موسكو، ومن أجل الضغط على أوكرانيا ودفعها إلى طاولة المفاوضات تواصل القوات الروسية الأعمال الإرهابية القاتلة، قاتلة عشرات من المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا. موسكو الحين غير جاهزة للمفاوضات السلام جادة من موقف نظر أوكرانيا. إذا هذا هو لماذا نحن نستبعد نقطة اتفاقية المباشرة بين أوكرانيا أو لأنكم أنتم أستاذ فيتالي يعني أو ربما لأنكم أنتم لا تريدون إجراء مفاوضات سلام مع موسكو في هذه المرحلة، أنتم ترفضون نحن السلام؟ لا، نحن لا نرفض السلام، نحن نرحب السلام بجميع أيدينا، ولكن نحن نعرف أن موسكو في هذه اللحظة غير جاهزة للسلام، هي تشترط على أوكرانيا شروط غير مقبولة في هذه اللحظة، وتحاول استخدام هذه اللحظة لدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات غير مقبولة من جانب الأوكراني. في هذه اللحظة نحن نعتقد أن موسكو غير جاهزة لهذه المفاوضات، غير جادة. طيب.